فهد الزهراني فتاة سعودية تعتبر من الشخصيات المؤثرة في السوشيال ميديا، ادخلت من الصغر فكونت لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة. من صغرها تحب الفرس فكانت فارسة الفرسان، وأحبت عالم الموضة والأزياء فكانت موديل من الصغر تعرض أزياء الأطفال. هذا غير أنها كانت تحب التصوير والشهرة، فهي فوتوجينيك من الصغر. كبرت شهد وكبر معاها حلمها وجمهورها. قدمت شهد برنامج شهد شو، وبعد 4 حلقات توقف البرنامج. ليش؟ بنعرف الليلة. ولكن يبقى التقديم هو هوايتها الأولى والطموح الأول. شهد تثير الجدل في السوشيال ميديا، حتى في لقاءاتها وظهورها على الجمهور الكل يتابعها وينتظر تصريحاتها. اليوم بتنورنا شهد في استديو عسيف، وبتكون ضيفة مميزة. شهد الزهراني حياك الله معانا اليوم في برنامج عسيف. شهد الزهراني مساك الله بالخير. مساء النور، هلا والله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. أكيد منورتنا في الاستوديو، وإحنا أكيد منتظرينك أنا وفيصل، يعني كنا عارفين إن أنتي معنا ضيفة، وقاعد نقول إيش تبي تلبس، إيش بتسوي، إيش بنسولف معاها. ما شاء الله إيش هالطلة الحلوة حبيبتي، تبارك الرحمن، يعني ما شاء الله عليك وايد أنيقة. بعد قلبي عيوني. حبيبة قلبي، وش هالنجاح اللي مسويته بالبرنامج بعد مذيعة زميلة؟ الحمد لله والله. يعني تقدرين تقولين إن بداية نجاح إن شاء الله. شلون كانت التجربة؟ شلون كذي؟ تجربة حلوة استمتعت فيها كثير، وإن شاء الله يعني بكمل فيها، لأن شفت يعني ردة فعل الناس كيف حبوها، وشيء جديد بالنسبة لي أنا. بس ما شاء الله الصدى كان جدا ممتاز. بس ليش 4 حلقات ووقفتي؟ شوف، كان في ظروف خلتني أوقف بهذه الفترة، بس إن شاء الله الحين قاعدين نشتغل علشان نسوي شاهد شو الجزء الثاني إن شاء الله. بس بيكون أفضل ومطور وفي أشياء كثيرة. على فكرة نورة، ترى البرنامج مالها كان فيه شوية استرس وفي شويه تشويق وفي توتر للضيف. يعني انا كنت اشوفها تسال كذي وتلف وراه وتعطيه بظهره، فتدخل في موضوع التوتر. اي ما شاء الله، شلون تعلمتي هالاداء؟ شوفي، من يوم انا الصغيره يعني احب اجلس عند المرايه واعيش دور اني مذيعه، يعني من يوم انا يمكن 5 سنوات 6 سنوات ما شاء الله، فاحب اعيش هذا الدور. اي فالحمد لله يعني كبرت وبادي اطور نفسي هذا الحلم. نعم. الحمد لله. وانا صراحه سمعتك قبل شويه تقولين ان 4 حلقات ووقفتي، ترى مو غلط ولا يعني اشوفها يعني شيء مو زين، انه حلو الواحد يعيد خطته ويعيد استراتيجيته. صح، اخطاء بعد اللي كانت في الحلقات اللي قبل. صح، الحين الاخطاء. نعم. اي شيء حلو صراحه. اليوم دخلتي السوشيال ميديا وانت بنت صغيره، وما زلتي صغيره طبعا، شلون صار الامر هذا معاك؟ بدايه دخولك اليوم، الاهل، تدخلهم، الاصدقاء، الناس المقربين، شلون جت الفكره في دخول السوشيال ميديا؟ شوف، بالبدايه كنت البس انا تصاميم ماما. اي ما شاء الله، الله يحفظها. فبعدين بديت اتطور، الناس صاروا ياخذوني يصوروني، فتقدر تقول بديت كموديل. اي وبعدها خلاص قررت اني ادخل مجال الاعلام وتكون عندي شخصيه غير، مو نفس شخصيتي وانا صغيره. فحبيت اني اكمل بهذا المجال. اكيد كان صعب بالبدايه على اهلي وعلى المجتمع اللي انا فيه، بس الحمد لله تخطيت هذه الشغلات وقاعده اوصل اللي انا ابي. شيء وايد حلو ان المراه ما تعتمد بس على شكلها، وانك دخلتي ايضا التعبير، وايضا انه يعني كلقاءات، وايضا يكون في حوار. هذا بعد جانب وايد حلو، انت منالك فيه الخير ان شاء الله. وبعد نبي نعرف احنا شهد شنو ودها توصل للناس، شنو ودها يعرفونها فيه كمودل وكمذيعة؟ بعد شنو في داخلك؟ أكيد في أمور ثانية. كمودل أنا مو حابة الناس يعرفوني كانت كمودل. هي البداية، كانت البداية. يعني بس الناس أكثر شيء يحبون استايلاتي في العبايات. فقاعدة كل مرة أنا قلت لك اسم الله ما شاء الله شيء غريب، أطلع لهم بعباية جديدة. حابة أوصل إن شاء الله أني أكون مذيعة ناجحة، وفي أشياء يعني تقدر تقول احب انها تكون سيكرت. نعم. الناس بعدين يعرفونها. الحين خشتها هذا شيء اول باول، ماكو تصريحات حصريه عندنا بعسيف الحين. يقول لك اقضوا حوائجكم بالكتمان. اكيد اكيد اكيد. اليوم على طار التقديم والاذاعه بنشوف شيخه شو، شيخه شو نسيت اسمها، الشيخه يمكن شيخه شو، ونرجع بعد شوي. والوقت يمر مثل القطار، نسوي جو بشهد شو يا عمي ولعناها نار.
اليوم راح نستضيف واحد من أهم نجوم جيلة، أغاني يرددها الكبار وحتى الصغار. اليوم معانا الفنان عيسى المرزوق. عيسى، أبغى أعرف إيش الصعوبات اللي واجهتك؟ والله ما في صعوبات، لكن في نواقص، يعني كأي فنان يحتاجها، مثلا دعم مادي، دعم إعلامي. بالمناسبة، كل شخص بدايته أو من المشاهير بدايتهم كانت في إنستغرام. طيب لو ما كان في إنستغرام، وين بتكون بداية جود عزيز؟ إيش الأشياء اللي سويتيها قبل؟ مختصر يعني. سويت شيء أي أحد في الدنيا ممكن يسويه، يعني مو شيء، يعني ما أجريت ولا عملية جراحية لتغيير ملامحي أبداً أبداً. هذا كلام مو صحيح. اسمع سؤال يسمع جواب، ما في مجال للانسحاب. كيف اشتهر بيوم وشهر وش طيره فوق السحاب. هذه لقطات من شاهد شو اللي سوى لويا. في اسباب اليوم عندي انا بسألك عنها، وانت ليش حق الإجابة على هذا الموضوع. ان اليوم من اسباب التوقف ان اليوم ربطت الناس ان في علاقة بينك وبين الفنان الجميل عيسى المرزوق. يعني هذا قصدك سبب من اسباب اني وقفت؟ سبب من الاسباب، او ممكن يكون السبب الرئيسي في التوقف. لا، شوف، ما هو سبب رئيسي بالتوقف يعني اوقف عن برنامج شاهد شو. كثير طلع كلام ان انا بيني وبين عيسى المرزوق علاقة، بس لا، بالعكس، عيسى اخ وصديق، وما هو صحيح هذا الكلام. يعني نعتبر اللي صار بينكم هو مثل الهارموني اللي يصير، مثلا كمثلا انا حين وفيصل في بيننا هارموني، فممكن الناس تعلق على شيء. نبي تشرحي لنا عن الموضوع، لان بالامانه يعني مو بس فيصل سال السؤال، وايد ناس تبي هذا التوضيح منك. تربطوا التوقف للبرنامج وعرضه في اليوتيوب في هذا الموضوع، واكيد انت من اسره محافظه، واكيد انت بنت المملكه العربيه السعوديه، وانت ما يطلع الا منك الا الزين يعني. بس احنا خلينا، الناس قالوا عن هالشيء، خلينا احنا نوضح لهم اكيد ونحط النقط على الحروف. شوفي، الناس استغربوا ليش عيسى المرزوق وشاهد الزهراني بالذات. اي في بين بابا وعيسى يعني علاقه صداقه. بعدين انا اخترت عيسى أنا أكون مغني للمقدمة حقتي. بعدها قلت أنا ليش ما أغني معه؟ أنا أصر أدخل معه عشان يكون شيء يعني جديد، ما هو شيء معتاد أن المقدمة هي تغني المقدمة حقتها. فقلت أنه يلا خلني أغني معه، غنيت معه وساعدني كثير عيسى، وتعب معي كثير الله يعطيه العافية. ونجح الديو هذا بعد، كان يشوف هذه الحلقة. الحمد لله نجح، وكل أحد تكلم عنه. بعدين خليته يغني في المقدمة حقتي، استضفته. يعني بس اليوم المشكلة الشائعات وين وصلت؟ وصلت اليوم مو بس والله انه ممكن يكون في علاقة، لا، ناس وصلوها خطبة، وصلوها زواج. قالوا اني انا خطيبتها. تنطر موضوع انه متى موعد الزفاف اساسا. الناس الى الحين ينتظرون، والخاتم اللي البسه بيدي وكل شيء. طلعوا له اسباب ان عيسى المرزوق له دخل فيها. طيب اليوم هذا الامر اليوم سوى مشكلة على صعيد الاهل، والدك، والدتك، الناس المقربين منك، اخوانك، سوى مشكلة؟ شوف، لان الاهل او بابا يعني له معرفة بعيسى المرزوق، فهو عارف الموضوع، عارف ان هذا كله كلام ناس. لان الناس الحين يعني ما الومهم، قاعدين يشوفون كل اثنين طلعوا مع بعض فجأة بعد كم شهر تزوجوا. يعني انا ما الومهم لما يقولوا لي انت وعيسى المرزوق يلا استنوا. ترى هذا يحصل اساسا. اي هذا الواقع. في ناس ممكن البعض يعني ممكن يعني تربطهم، بالعكس يعني خلينا نقول فالخير. ان في ناس تربطهم علاقة مثلا يصير بينهم شغل او صدفة ويتزوجون يعني. بس لا، في فرق بالعمر كبير بيني وبين عيسى المرزوق. وعيسى يعني ترفض احد يكون، لو احد يعني وده يكون فارس احلامها او وده يعني يتقدم، ترفضين الفارق السني؟ لا، شوفي، الفارق السني ما يهمني انا، بس عيسى المرزوق انا وهو يشوفني مثل اخته الصغيره، وانا اشوفها مثل اخوي. اي اكيد. احنا نشوف دائما والدها يرافقها، ودائما والدها يكون معاها. اكيد النوره اللي قاعد يحصل بالسوشيال ميديا اليوم، انه والله هذا يحب له وحده، ولا يعشق له وحده، ولا ماشي وياها، ولا مش عارف ايش. هذا الشيء ما هو جديد اليوم. شيء ترى من سنين طويله موجود هذا الامر، موجود. بس ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في تصوير، ما كان في شيء، فما كان يعرفون. ما الناس ما كانت تعرف هذا الامر. طيب للامانه يعني صراحه هذه الامور وايد تزعل، يعني يمكن الاهل اكثر من الشخص نفسه، لانه الشخص يعني خلاص متعود انه هو يظهر وممكن تجي الانتقادات. يعني شوفي، يمكن في زعلتي لما قالوا كذي؟ لا، ما زعلت، لاني طلعت وتكلمت لهم اكثر من مره، بعدين قلت خلاص ليش ارجع واعيد في الموضوع.
نخلص لا أتكلم في الموضوع أصلا يكون أفضل. يعني شوف في أهلي بعضهم زعلوا من الموضوع بس بالنهاية عارفين إن بابا يعرف عيسى وإن عيسى مثل أخوي. إن شاء الله بالياي تجبرين خاطرهم خواطر كل اللي يحبونك بشغلك إن شاء الله بإذن الله. حبيبتي ما تبين تغنين؟ أنا إيش قلت لك؟ أنا إيش قلت لك؟ قلت لك ما أبغى. لأن هذا الموضوع ربطني في سؤال سابق في أحد البرنامج طلعتي مع زميلنا طارق الحربي وغنيت يمكن كوبليه واحد وقال لك لا تغنين. يمكن هذا السبب اللي خلاش ما تغنين خلاص بعد ما تبين. لا لا شوف الكلام ترى أنا ما يهمني الكلام. لا. الحمد لله. بس أنا شخصيتي أنا ما أحب أغني. يعني حتى لما جيت أغني مع عيسى المرزوق كم قاعد عيسى عشان يقنعني يلا شاهد. سوي كذا غنيها كذا وغنيها بصوتها وارجع اعيدها وارجع اسويها ف لا يمكن تحملين انت يعني الاداء اكثر فيعني كان مطلوب لكل مقال يعني لكل مقام مقال فكان هناك انت محتاجه انك انت تغنين عشان تسوقين بعد حق البرنامج اللي سويتيه بس ما ودك تغنين معنا ابدا. طيب اليوم الزميل طارق الحربي يوم قالش لا تغني تقبلتي هذا الامر عادي ولا زعلتي؟ لا والله ما زعلت ما زعلت نعم الحمد لله احنا الشباب رياضيه الحمد لله احنا الشباب محاضرين بالاعداد طبعا محاضرين لج تقرير ودنا تشوفينا ويانا ونرجع نسولف وياك اوكي على انستغرام. اي من شنو يعني شنو فيك مميز الناس قاعده تتابعك عليه؟ ما فين شيء مميز يعني ما عندي سالفه؟ لا ما عندي سالفه. تعرفين شخص اسمه سعود كويتي؟ هذا الشخص موجود هنا وعنده طلب. تعرفين هذا الشخص ولا لا؟ لا. هو يمكن شيء خاص فيها هي يعني. كيف خاص فيها؟ أنا ما أعرفه. أنت تعرفين إيش؟ ما أعرفه. خلي يقول إذا ما تعرفين إذا تعرفين. متأكد إنك ما تعرفينه؟ إيه متأكد. يو. طبعا هذا البرنامج من زميلنا سوار شعيب. هو الحلقه هذه تحديدا سوت مشكله كبيره وضجه كبيره ودخل شخص انه يعرفك او في علاقه بينكم وواتش كان موجود. الامر هذا كان صجي حاصل ولا فبركه ولا فيلم ولا شو الموضوع اللي حصل؟ تعلمين في هذا الشيء انت؟ لا ما كنت ادري انه راح يصير هذا. حتى الوالد ما يدري. اي لا لا يعني هذه الصراحة يعني هذا يعني شلون كذي يسوون مع والدك وهو موجود؟ أنا كنت متوقع يجيني كف. لا مو كف يعني محشومة أكيد يعني أكيد أبوك يعني بس ما هي حلوة يعني ما هي احترام لوجود الوالد وكذي يعني. شلون كانت ردة الفعل بعد ما حصل هذا الأمر؟ شوف يعني بداية يعني ضحكت أنا بعدها لأن أنا كنت متوترة بشكل مو طبيعي فما صدقت على الله إنه يقول إنه مزحة فقعدت أضحك. أنا وبابا ضحك. شوف هو هذا الشيء عائلتي كلها انتقدتها ومو بس هذا الشيء حتى اسم الحلقة. يعني العائق الأكبر كان اسم الحلقة. ليش قبلتوا باسم الحلقة؟ أنا حتى أوضح للناس. أنا ما كنت أدري عن اسم الحلقة. أوضح للناس الحلقة كان اسمها علاقات غير شرعية. بلاس 18. أوكي سويت الحلقة وأنت ما تعرفين عن هذا المسمى؟ لا ما أعرف. ما تعرفين هذا المسمى؟ لا. ولا حتى الوالد سأل وتأكد شنو المجريات شنو قالوا لك؟ ما قالوا لي عن اسم الحلقة يعني كنا نتكلم لقاء. اي كان لقاء ما في اسم حلقة ولا كنت أدري أساسا عن إيش بيكون محتوى الحلقة. ما كنت أعرف عن ولا شيء فطلعت وبعد الحلقة يعني أول ما نزلت على يوتيوب شفت إن علاقات غير شرعية. أشوف أهل ماما يدقون عليه شلون طالعين بنتكم بحلقة علاقات غير شرعية شلون تقبلون؟ فعصبوا هم ان شلون تحطون علاقات غير شرعية. حتى ناخذ الامر او اخذ منك التصريح الرسمي، هذه الحلقة صار فيها خدعة؟ كيف يعني خدعة؟ خدعتوا فيها؟ جيتوا تصورون شيء وطلعتوا لقيتوا شيء اخر؟ شوف ما اقدر اقول لك انها خدعة لان احنا بالبداية ما اتفقنا ان مثلا تكون الحلقة عن شيء. ما في امور واضحة ما في تفاصيل. ما اتفقنا على شيء، يعني ما اقدر اقول لك مثلا والله الغلط الكامل على المقدم. بعد مني انا لان انا ما اخذت كل التفاصيل وكانت يعني اول تجربه لي ودرس وتعلمت منه. يمكن بعدها ما نوهتي. بعدها صار خليني اقول لك بعد سوار شعيب انصدمتي صدمه عاده. انصدمت صاروا صاحباتي يقولوا لي شهد لا تردين على الناس لا تردين على الكومنتات اختفي كم يوم بعدها ارجعي لان صار
صار بعد سوار شعيب كره لي. بديت اشوف الناس قاعدين يحقدون عليه، بديت امر بفتره اللي انا متضايقه فيها، بس قاعده اطلع نفسي اني مو متضايقه قدام الناس. زعلت بعد فتره سوار شعيب لان انتقادات كانت كثيره، ان كيف شاهد طلعت في هذه الحلقه واسم الحلقه والبنت صغيره وكلام كثير، سواء من اهلي او من الناس في السوشيال ميديا. وش قصه حلقه طارق؟ ايش فيها؟ همن عليها لقط صار؟ اي صار عليها بعض اللقطات. يا هالشهد ما تسوي شيء اللي يصير عليه لويا ولقط. والله اني مسكينه. شنو القصه؟ شنو القصه؟ خلينا ناخذ عليه توضيح. شوفي طارق ما صار شيء يعني معين، يمكن اكثر شيء اللي الناس قاموا يتداولونه ان اللي قلته عن سوار شعيب وانه سكتني وانا اغني. فهذا الناس انه ليش تسكتها او احسن ان سكت، يعني في ناس كانوا يقولون ليش يسكتها وناس يقولون احسن ان سكتها. انت شلون انت قاعد تتقبلين هذا الامر ان الناس اليوم تعرف اليوم بعد الحلقه ما يكون فيها هذا الشغل او هذه المفردات السوشيال ميديا راح يولع على هذا الموضوع. حصل اول مره نتكلم في حلقه سوار شعيب، وحصل مره ثانيه في حلقه الزميل طارق الحربي، وممكن يحصل في مره ثالثه، وانت صامته كانك اليوم متقبله هذا الموضوع وانت تبين الشو. انت اليوم قول ان شاهدته بالشو. لا شوف، هو مو انا ابي الشو. الناس يدورون شغله علشان يسوون شو. يعني انا ما اشوف في كلامي شيء غلط علشان تصير كل هذه الزوبعه. يعني احس اني قاعده اقول كلام عادي. انت تعتبرين نفسك بنت قاعده تجرب الاعلام بطريقتها في اليوتيوب، وهي قاعده تحاول تنجح، ولكن بعدها الصوره عند الناس باقيه ان هي قاعده تسوي شيء وبعدها ضحيه. يعني كانها قاعده تعانين، ودك ان هم تثبتين نفسك قدامهم، بس قاعده تكون عندك معاناه. لا شوفي، هي مو معاناه كثيره، يعني في ناس بالعكس قاعدين يقولون يشدون ليش تقولون هذا الكلام، خلوها. ما يعني في ناس معه وفي ناس ضد، لابد انه يكون في ناس معي وفي ناس ضدي، يعني عادي قاعده اتقبل هذا الموضوع. ايش سويتي؟ ابى اعرف الحين بالياي، قبل لا تبلشينه قبل لا تصورينه، بعد ما صورتي صح؟ لا ما صورت. شو بتسوين؟ هذا موضوع نقد قاعد يجي لك من وايد ناس في السوشيال ميديا، ولازم تاخذينه كملاحظه مهمه. انت ايش بتسوين علشان هذه الصوره او هذا الامر يتغير؟ شنو حطيتي في بالك؟ شوفي، هو الى الحين انا ما في شيء معين حطيته في بالي. أي. في اكثر من فكره انعرضت لي والى الحين محتاره، ما ودي اجازف مثل ما جازفت بالمرات الاولى. أي. دخلت بسرعه وخلصت بسرعه وسويت كل شيء بسرعه، فما ودي اني اجازف بهذه المره بعد. ودي اني افكر واختار على راحتي واتاكد واستشير ناس حولي سواء بالمجال او من اهلي. بنروح انا وياك وشهد، بنروح تركيا. تركيا بنشوف ايش صار بعد التقرير هذا. الناس يكرهون السعوديات، لكن اكتشفت ان معاهم حق، والله معاهم حق. اول مره اكتشف ان صدق معاهم حق. اقول لها عادي، ما ربيت، قولي لها ما ربيت، وانا بين خواتي يسوون كذا قدامك ما ربيت، وترفع اصبعها على وجهي. طيب على لا ينافخ في وجهي. طب انت مو رجال يوم انك تصرخ على بنتي؟ قليل الادب. ازعل لما الناس يكرهون السعوديات، لكن اكتشفت ان شو اللي صاير يا شهد؟ لويا وهواش، يمكن في بعض المفردات ممكن ما نشوفها في تلفزيون، ممكن بس هذا سناب شات اتوقع وطلع هذا الكلام. سناب شات. شوف، صارت مشكله في تركيا اوكي قلنا كلام بس انفهم غلط. يعني مثلا لما انا قلت هنا ان ما الوم الناس لما اللي برا يكرهون السعوديات، ما كنت اقصد انه والله السعوديات كريهات، اكيد اني ما راح اسب نفسي واسب اهلي واسب بلدي بالنهايه، بس الناس فهموها بطريقه غلط او حبوا هم انهم يفهمونها بطريقه غلط عشان يصير شو وزوبعه. الفيديو هذا تسرب ولا انتم نزلتوه بارادتكم؟ لا نزلناه بارادتنا. بارادتكم يعني عشان سامعين المفردات الموجوده فيه والكلام اللي انت قلتيه. بس تقدر تقول كانت بلحظه غضب بعد. لحظه غضب يعني. لما قلت ان يكرهون السعوديات او شيء زي كذا، انا كنت اقصد فيه ان في البعض، انا ما اعمم على الكل، ان البعض يروح يطلع يسوي حركات فيقوم الناس يشوفها ويقول والله كل السعوديين كذا. صحيح. لما يشوف شخص برا، يعني سواء سعودي او كويتي، من اي بلده، في الشيء الزين وفي الشين. اكيد. لما انا اطلع مكان برا واسوي شيء مو كويس او شيء كويس، بالنهايه انا امثل بلدي. اليوم استفدتي من الاخطاء هذه اللي صارت قبل؟ اكيد. في شغله مهمه خليك فيها واختبرين نصيحه مني انا ومن نوره. كلمه البعض
تحل امور كثيره ومشاكل كثيره. يمكن انا نسيت كلمه البعض. حط البعض الامور تمشي. لو قلت كلمه البعض كان ما صار خلاص ما صارت هالزوبعه هذه كلها. بس شوف لو انا مو مع لو حنا مو معانا حق في اللي صار كان القنصليه السعوديه ما كلمتنا. بس انا قالوا لي اذا طلعتي من تركيا تتوقف القضيه. لازم امدد علشان اكمل في القضيه. بس يعني خلاص الواحد يسامح. ان شاء الله معك لك الخير. ان شاء الله يا رب وان شاء الله يعني تكونين على قولتهم الشابه السعوديه اللي تمثلهم على خير الله. قدر ان شاء الله وتكونين يعني انا ودي بالياي تلبين اللي هم يحبونه. انت اسم الله عليك يعني ما شاء الله بحجابك وعبايتك هذه الزينه ودهم. انا يعني اتوقع مو كثير في سعوديات ناشطات على السوشيال ميديا فانت تكونين صوت حقهم يعني ان شاء الله في الجاي. ان شاء الله باذن الله. انا دائما احاول يعني مثلا اقول لهم اسالوني ايش تبون تعرفون ايش تبون تسوون يعني في مرات اسوي هذا الشيء لان احب اعرف الناس ايش ماخذين فكره عني ايش يبون يعرفون فاحب اسوي هذا الشيء. طيب شال انت محجبه فعلا ولا بس شيء على الراس؟ لا انا محجبه. يمكن احجابي ما هو كامل وفي ناس يشوفوني انا مو محجبه بس لا يعني حتى لما اسافر انا حجابي على راسي. ماشي. تذكرين ايام الطفوله؟ بنشوفها مع الناس. شو الصرخة هذه؟ المخرج اليوم استانسان ما في أحد يصرخ بذلنا. شو الصرخة؟ يعني الصراحة أنا يعني مستشفى ستيف قاعد أشوفه تحت موجود شكلي راح أروح أراجع عندهم من صرخة المخرج. طبعا صرخة حماس أكيد مو صرخة يعني عصبية وكذي. شفنا معاج التقرير ما شاء الله طفولة مثل ما أنت ذكرتي إن كنتي تهتمين أكيد في الأزياء ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هذه كانت أزياء الوالدة بعد؟ أي ماما ما شاء بعدها الله بعدها لما تحجبت خلاص صرت عبايات اي ما شاء الله تبارك الرحمن شيء وايد حلو وان شاء الله يعني تستمرين بهالشيء مثل ما قلتي في العبايه في طريقه الحجاب اكيد ان شاء الله وان شاء الله يكون حجابي في المرات الجايه كامل باذن الله ان شاء الله يا رب اللهم امين. في اتصال لك قولي الو. مفاجاه عظيمه لك انت عظيمه ارجو انك انت تتقبلينها. اوكي يلا قولي الو. الو هلا شهد شلونك ابوي؟ هلا والله. مساء الخير والد شهد زهراني اكيد معنا يعني على الاتصال ونشكرك على هذه المداخله في عسير اكيد منورتنا واسم الله عليها اكيد دائما بين كلمه وكلمه قاعد تذكر مرافقتك لها وجودك وياها اكيد مع الوالده. يعطيك العافيه. يعافيك. انا بس حبيت مداخلتي تكون الله يعطيك العافيه. نعم. قضية عيسى. نعم تفضل. أول اللي سؤالكم أنا أول شيء عيسى فنان وصديق وأخ وما قصر معانا بأمانة يعني طبعا اللي حاد في السوشيال ميديا طبعا يوصلني عن شهد وأنا متابع لشهد وهم متابع لها يعني شيء مزعج لكن أنا حبيت تكون مداخلتي هذه عشان يعني أقطع الشكل للتأكيد أكيد نعم ان عيسى اخ الشهد وهو اخ لي وصديق العائله بو شهد انا بس ابي اقول لك يعني ما يحتاج تثبت ولا يحتاج تشيل الشك ولا تحط اليقين بسم الله عليها ما شاء الله عليها قد الاسئله اللي احنا قاعد نسالها وردت هي بالعكس تدري الناس دائما تاخذ هذا اللقط وهذا الانتقاد ووضحنا اكيد معاها النقد اللي قاعد يصلها من الناس وتدري الناس ساعات يعني تحكم بالغلط وهذا اطلاق الحكم بالغلط. نعم والناس لهم الظاهر واحب أكيد. اقول يعني شهد انا ان شاء الله داعم لك أكيد. وانا معاها يعني كل خطوه وبرنامجها الجاي ان شاء الله بيكسر الدنيا ان شاء الله. امين شغالين عليه بشكل كويس وافضل من السابق يعني وما ننسى جهود اللي قبل واحب اني اعلق على الـ 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 على سوار شعيب نعم. سوار شعيب تفضل. انا اقول كلمه واحده ان الله يسامحه بس سواء معاي او مع غيري يعني هو للاسف
يعني مذيع ناجح، رجل ممكن انه لو استغل موهبته انه ينطلق يعني بسرعة الصاروخ، لكن هو المشكلة عنده الوحيدة انه يجيب الضيف ويطلع بطل على ظهر الضيف. هذه المشكلة الوحيدة اللي عنده. ابو ركان احنا نقول لك يعني باسم الاعلام الكويتي اكيد الرسمي اكيد كقنوات تلفزيونية مسحب وجيهنا، وان شاء الله يعني تكون انت حضرتك وايضا بنتك ان شاء الله تكون دائما لها هذا الدعم ورعايتها ان شاء الله الاعلامية بالصورة اللي ودك تشوف فيها بنتك أكيد، ومحبينها أكيد البنات كثير لها معجبات ويتابعونها ويقلدونها بعد. حياك الله يا بركان، وعلى المداخلة الجميلة اللي وضحت فيها الكثير من الأمور، وإحنا نهنيك اليوم اللي عندك هذا الأب الجميل اللي عندك اللي قاعد يتابعك وخايف عليك وداريك، وقلت يعني هنيك بهذا الشيء اللي حصل. الحمد لله، والله نعمة من رب. الله يتمم عليكم إن شاء الله هذا الشيء. عندنا صورة بنوريك اياها. اوكي. صورة لي؟ صورة صورة كاهي. علاقتك مع هذا الرجل؟ جدي. جدك ها؟ كلمينا عنه. وش فيك تصحين؟ احنا نعرف ان انت قريبة منه، يعني ان انت مقربة له. اي صح. شوفي شخص سيكون قريب منك ويموت قدام شيء صعب. ما اقدر اقول شيء يعني. انا اسفه يعني الصراحه انا ما كنت ادري ان هذه الصوره ما يعني ان شاء الله الله يحفظ ان شاء الله. اعتذر عن ما يصير، لان انا صراحه ما كنت ادري ان هذه الصوره لشخص متوفي الله يرحمه. للامانه انا ما كنت على علم. ما نبيش تبكين اكيد وانت عندنا في الكويت. ان شاء الله ماكو دموع، ان شاء الله المره الجايه نشوف دموع الفرح ونفرح فيك بعد انت عروس ان شاء الله، ويفرح فيك اليوم بركان وشوفك ان شاء الله وانت ولابسه الفستان الابيض. احنا الامانه سعدنا في لقائك اليوم، لقاء جدا مميز، وانت بنت يعني راقيه جدا ومحترمه جدا، وقاعد تقدمين شيء مميز. طالما اليوم الاهل والوالد والاخوان والعزوه بظهرك لا تخافين من شيء، حتى احنا بعد واحنا وياك بعد واحنا راح نكون اي شيء تبين عن الاعلام ولا تبي تفهمين شغله ولا مني منك، عندك اختك في الكويت واخوك بعد. حبايبي ما تكسرون، ودامنا خلصنا يعني نبي ضحكه ضحكه حلوه نبي ضحكه حلوه كل اللي تابعوا، ولا تفهموني غلط من هذا اللقاء. ان شاء الله ما اكون جبت او قلت شغله جبت فيها العيد. لا ان شاء الله ابد. احنا اليوم كنا في توضيحات معك اكيد يعني عن اي ان شاء الله تكون لنا في اشياء توضحت. انت تستاهلين ان شاء الله كل خير، ان شاء الله نشوفك احسن وافضل اعلاميه في برنامج ان شاء الله اكيد، مو بس في اليوتيوب حتى بعد على صعيد القنوات. تستاهلين وايد حبايبي شكرا. بس اليوم الملاحظه تكلمين سعودي شكلك تقلبين مع الضيف. انا كنت اشتغل في روتانا سعوديه وانا اصولي سعوديه. صدق؟ اي والله. واكيد اوجه تحيه لكل اهلي، لما شفت يوم شفتك اني شايفه اهلي. ردت ردت روحي. انا تكلمت كويتي الحين ردت. ساعة المباركة شاهد وحياك الله دائما تكون معانا في السيف، وقالت شيء نورة احنا اليوم داعمين لك باي شيء تبينه، اللي نقدر واللي ما نقدر ما راح نقصر ان شاء الله. ما تقصرون ان شاء الله. بعد هالحلقة الجميلة ادري بتشيناها، بس يعني بعد واحد تخنق العبرة وتطلع منا الكلمة، ولكن الامور ان شاء الله طيبة. بعد اللقاء عندنا طرب وسلطنة مع الفنان، حتى اليوم فيني انسى الضيوف انا. انس صباح فخري. هلا وسهلا فيه في استديو عسيف.